أهلا بكم من جديد. نتابع مع أخبار الموضة هذه المرة مع أبرز خطوط موضة خريف وشتاء 2014، ولكن للرجال، ما هي من ناحية الألوان، الأقمشة، الطبعات، وما الذي بقي من موضة الموسم السابق، وما الجديد الذي دخل عليها؟ يعني ميمي طبعا راعت أنه ما يرموا كل في الخزائن. يعني طبعا بالضبط زي ما قالت ميمي، هي اللي حتكون معنا استشارية المظهر. ميمي راعت، لا مش أنت يعني، شكرا الحمد لله للرجال مش أنت. ميمي أنت اللي معنا. بس خلينا قبل ما نحكي عن الرجال، خلينا نحكي عن رحيل يعني رجل مميز في عالم الموضة اللي هو أوسكار دي لورنتا. شو بدي اقول لك، فقدان مصمم كثير كبير، وعنده كان مكان بارز خاصه اخر فتره على الريد كاربت. هلا انا لازم اعترف، انا من الاول ماني كنت من محبذي الستايل تبع اوسكار دي لورنتا، كان كثير كلاسيكي لإلي يعني رومانسي. فانما باخر فتره اعترف انه كان ذكي انف انه يقدر ينقل ويغير ستايله بين من الاسلوب يلي كانوا يعتبروه ليديز هو جو فور لانش، يلي هن كانوا الاقمشه الكثير هيك بس بالوان صاخبه، لانه هو كان مميز بهالشيء، او الاكمام الكبيره. غير، عمل نقله نوعيه وركز على الريد كاربت وانطلق اسمه بعد اكثر من مكان لما كان عم بيلبس المشاهير على الريد كاربت، وغير اسلوبه بالالوان وبالقصات وهيك. اصلا عنده اسلوب راقي جدا، انا بعترف به اخر السنين الماضية. عجبك فستان امل الدين؟ هلا ليكي، لا كثير حلو. عم اقول لك انا ماني عندي اسلوب رومانسي، وبس انما طبعا شو اللي عملها لها رائع جدا وراقي جدا يعني بالتفاصيل الحلوه. طيب نرجع نعود الى موضوعنا الرئيسي اللي هو عن موضه ازياء الرجال. هل في عنوان عريض قبل ما ندخل في التفاصيل؟ ايه، لانه في عوده كثير قويه للترتل نيك يلي هي الكنز الرقيقه يلي عندها ياقه عاليه، والكرو نيك يلي هي الكنز يلي قبتها مبرومه بتكون ناعمه، موجودين ب مستمر يعني مستمر. إيه لا يعني عن جد بقوة، وبينلبسوا بأساليب مختلفة. أوكي عم نبلش نشوفهم، بس إذا بنرجع بس نشوف الألوان يلي دارجة لهيدا الموسم، يلي هو اللون عم نشوف التيرتل نيك بأشكال كيف فينا نلبسهم. يعني حتى فينا نلبسهم، رح نرجع بالتفاصيل اكثر. فمنبلش بالالوان، الالوان اللون الكامل يلي هو مش بس عند النساء رائج، انما كمان عند الرجال بنشوف هاللون كثير رائج. تدرجات يعني الكامل، شفتي كيف فينا كمان ننسقه مع الوان مختلفه، مع الازرق، مع الكحلي، مع المارون اللون المبيدي، والرمادي. لون آخر رائج هني تدرجات الأخضر، يلي من الكاكي للون الأخضر الداكن. بعرف ما كل الرجال رح بيرتاحوا لهالألوان، إنما أنا عم أقول تدرجات الأخضر، يعني عم نفرجي شو كان في على منصات الموضة، إنما كل شيء من تدرجات الأخضر رائج. مش ضروري يلبسوا من فوق لتحت. لا بس إنه مثلا جيزي هو يلي كمان أطلق إنه تلبسي لون واحد من فوق لتحت، بس فينا ناخده ب مثلا الصحراوي، فينا ناخد اللون كنا عم نحكي الكامل بكذا تدرجات، بنقدر نعمل توتال لوك بلا ما يكون لون واحد. بنرجع للون اخر دارج هو اللون المبيدي او المارون. وطبعا هذا هيك لون دافي، وطبعا اللون الرمادي يلي كمان هالسنه موجود بقوه. اذا بدنا نرجع ننتقل للالوان الاطقم الاكثر رواجا، مثل ما قلنا هو الرمادي. الازرار زر واحد كثير كثير موجود، زرين طبعا صار كلاسيكي ما بقى نحكي عن الموضوع، انما في شيء جديد. مثلا ارماني عمل سترات باربع ازرار، طبعا الرجال يلي ما عندهم طرسه طويل بنصحهم يبتعدوا عن هالموضوع. اللي عنده كرش طبعا انسى. وال ال 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 لو سمعت بس مجرد كلمة كرش تنهار ميمي يعني. والسترات يلي عندها أزرار مزدوجة كمان كتير رائجة، إنما هالسنة كل القصات، وبنرجع بنقول العنوان العريض هن السلم، القصة النحيفة. القصة النحيفة هلا مش معناتها بدنا يعني تكون ضيقة على الجسم، إنما قريبة من الجسم. يعني حتى الرجال يلي ما عندها
جسم بنقوله انه شوي زعنا شوي شوية زادت وزن، يلبسوا قصة قريبة مش مبهبطة. أيوة. هيدا اللي بنصحهم فيه لأنه كمان حيبينوا أضعف. حلو. الأقمشة الرائجة التويد يلي وين ما كان، حتى بالقصات يلي رياضية كله في تويد موجود، الفلانيل يلي هو مش الفلانيل هيك بيكون شوي سميك بالشتاء، والقماش الصعب يلي هو المخمل المضلع يلي هلا ايه، بس في مخمل مضلع ناعم يعني بأنجأ ببين التضليع تبعه. أيوه. ما ضروري يمتن كتير، سو فينا نعتمده خاصة بألوان داكنة ما في مشكل. نعم. حننتقل هيدا المخمل المضلع باساليب مختلفه، يعني نستعمله يعني طقم كامل، فينا نستعمله بس بنطلون يعني على الحيل او موديل وباين متين يعني فيها يعني باين سمير. هذا بكم اللي على الجنب لا ولا واحد فيهم بقى. لا ما في لا عم مهوسه ببيكهام. لا لا مش انا اللي مهوسه ببيكهام، هذه مغيره مش انا كده عرفت انه مش هو. طيب حننتقل لاسلوب اخر رائج، هن الكنزات الناعمين يلي عندهم جرافيك عليهم طبعات مع القبة مدوره، في هيدي طبعه الارجايل يلي هي طبعه كلاسيكيه قديمه، انما هالسنه المصممين اعادوا النظر الى واعطوها الوان عصريه اكثر. أيوه. في الوان، في كنزات تانيين عليها طبعات هندسيه، والالوان الرائجه لهالطبعات هي الاسود، الابيض، المبيدي، الاخضر، البرتقالي، وتدرجات البني. سو بينلبسوا مع سروال عادي كلاسيكي طبعا من دون بانس من هون من او مع الجينز. بنرجع على القصات تبع الاطقم، الفكرة مثل ما قلنا أنه تكون القصة قريبة من الجسم مش ضيقة من دون كسرات، وشوي أقصر من المعتاد، حتى السترات أقصر من المعتاد، وطبعا صلنا بركي أكتر من فصلين منحكي أنه طول السروال لازم يكون قصير. بعرف ما كتير رجال بيرتاحوا يعتمدوا هالأسلوب، إنما بدل ما يكون في كسرة زيادة فوق الحذاء ما يكون فيها الكسرة حتى نكون على الموضة. والقطعتين الأساسية مثل ما قلنا التيرتل نيك والكرو نيك. الكرو نيك فينا نلبس تحت قميص إذا بدنا كمان، وفينا نلبس عم نشوف كيف نقدر نلبس الكرونك، يعني حتى فيك تحطي تاي وقميص والكرونك او تيرتل نيك على الحل. اللوجو رجع درج، وكل شيء له علاقه بالرياضه زي النساء كمان مثل النساء، كل شيء له علاقه بالرياضه بنشوفه. البومبر جاكيت اساسيه لهالموسم، بنصح كل رجال انه يشتري بومبر جاكيت، ما عليه اذا يلبسوا سويت شيرت لانه كثير دارجه وعليها مثل ما عم نشوف طبعات مثل كلمات يعني مهضومين اوبسيشن مش اسماء ماركات. لا جاء. لا ايه الهودي بيقدروا يلبسوها، مثلا يلبسوا بومبر ويلبسوا تحت يكون في سويت شيرت في عندها هودي، الهودي هي بتغطي الراس. ايه الشيء الغير عن انه منن قصات وقماشات سميكه، كل شيء ناعم، مشان هيك بنقدر نعمل لايرنج يلي هو اساسي كمان. صح. والباركا بتنلبس مع الاطقم بقماش ناعم، لايرنج مثل كاني اطلق موضه ما علي هيدي لساره، نعمل لايرنج يعني القميص الطويل تحت فوقه شيء اقصر وفوقه جاكيت مثل ما عم نشوف. ليه لا كل شخص عنده طول لو كان شوي متين بيقدر يعمل لايرنج، لانه القماش صار ناعم بيقدر يعمل يحط كذا طاق فوق بعضه. شكرا جزيلا طبعا على هذه النصائح، اتمنى يكونوا طبعا الرجال والجينز مخزق ما كثير. أيوة. بنصح بس انه رائج. لا اللي يحب يشتري طلع الشعر واللي ما يحب يتفرج طلع الشعر رجوله منه. لا ليتس نوت جو. يلا ميمي رعد استشاريه المضى، شكرا لك على هذه النصائح.